إذا ربينا طلعنا على الاس دومين قلنا هذا الاكسنت ايش؟ جي اوميجا. هذا الاكسس اللي هو الريل بارت سيجما وهاي جريدينت بير سكند، وهذا الاس بلين او الكومبلكس فريكونسي بلين. لو جينا طلعنا على بير اوف كومبلكس كونجيجيت بير، هذول بير اوف بولز، بير دائما بيجوا كزوج، ما عمرك بتشوف على 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 اس بلين انه بول موجود هون وفي شيء بول ثاني بيقابله هون، لازم يجوا الاثنين هذول بنسميهم كومبلكس كونجيجيت بير. هذول البولز الاثنين هم اللي بهموني لان هم راح يتحكموا بالترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشن تبعت السيستم حتى لو كان ايش؟ حتى ليش ما بنركز على هذول الاثنين احنا؟ حتى لو في بولز ثانيه موجوده هون يعني لو في بولز هون او بول هون او بول هون هذول سميناهم الدوميننت بولز، فهم راح يتحكموا بالترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشن، فمنهم راح اطلع تي بي، منهم راح اطلع تي ار، منهم راح اطلع اوميجا ان، منهم راح اطلع زيتا، منهم راح اطلع تي اس، ومنهم راح اطلع برسنتج اوفر شوت اللي هي ام بي برسنت. راح اطلع هذول كلهم من هون باعتماد على هذول الاثنين. خلينا نطلع على هاي النقطه، راح اركز على هاي، كل شيء بعمله بهاي هو بينطبق عليها بس ما بدي اعيده مره ثانيه. راح ارسم خط من هون للاوريجن. هلا لو جيت رسمت خط من هون، او خلينا اول شيء احدد هذول الاحداثيات، هذا الطول ايش سميه؟ ايش هو؟ هذا سيجما اللي هو ايش نفسه؟ زيتا اوميجا. زيتا اوميجا ان. زيتا اوميجا ان شو هي؟ ايش حددت لي بشكل رئيسي؟ متذكرين؟ ديكي. ديكي تمام، وايش ارتبطت بشكل وثيق بواحد من هذول الاربعه مباشره؟ التايم سيتلينج تايم، لانه واحد على هاي هو كانه تايم كونستنت. اذا شو كل الخطوط اللي بتمر بهذا ايش مشتركه بايش؟ بايش مشتركه؟ كل البولز اللي بتطلع على هذا الخط ايش لها نفس الايش؟ نفس السيتلينج تايم. يعني لو جيت رسمت طلعت على كل البولز الموجوده هون السيستمز اللي البولز تبعتها على هذا الخط لها نفس السيتلينج تايم لانه زيتا اوميجا ان لها نفسها، يعني لو جيت رسمت نفس الشيء هون قلت هذه هون لها سيتلينج تايم مختلف عن هاي بس كل البولز اللي على هذا الخط لها نفس السيتلينج تايم لانه هذا نفس الزيتا اوميجا ان. طيب نيجي نطلع هون هذا هون ايش الطول؟ اوميجا تي. اوميجا تي ايش ارتبطت بهدول هون مباشره بشكل وثيق؟ لا تي بي تمام تي بي لانه تي بي شو كانت تساوي؟ باي على اوميجا تي. اذا هذا ايش هو؟ هو مش الرايز تايم، هو قريب منه، هو فيرست تايم تو بي. اذا شو بقدر اقول عن كل النقاط اللي لها بولز على هذا الخط؟ نفس التي لها نفس التي اشتركت في الخطوط. اذا هذول الخطوط عارفين الخطوط الكونتوريه، عمركم ما درستوا الخطوط الكونتوريه؟ لو انا عندي جبل طلعت على الجبل من فوق وارتفاع هذا الجبل قيمته تقريبا 1000 متر عن سطح البحر، وبعدين لما مشيت شوي نزل معي هون ولقيت انه هذا صار 900 متر عن سطح البحر ارتفاعه، وبعدين شكله عجيب شوي هذا الجبل بس هاي النقاط كلها هون 800 متر عن سطح البحر، شو بنسمي هاي الخطوط؟ كونتوريه. شو بتشترك النقاط اللي موجوده على هاي الخطوط؟ شو بتشترك بينها كلها؟ نفس الارتفاع عن سطح البحر، مش هيك؟ اذا هاي بنسميها كونستنت كونتور لاينز، يعني كونستنت التيتيود، الارتفاع تبعها. نفس الشيء احنا هون، في شيء كونستنت على هذا الخط، ما بتغيرش. الكونستنت على هذا الخط هو ايش؟ تي بي. والكونستنت على هذا الخط هو تي اس. طيب شو في كمان كونستنت لاينز موجوده عندي على هذا البلين؟ ايش في كمان خط ممكن ارسمه هون يعطيني شيء كونستنت يكون؟ اوميجا اوميجا ان تمام، وين؟ ايش الخطوط اللي لها نفس الاوميجا ان؟ ايش المحل الهندسي للاشياء تمام ايش؟ الزاويه. الزاويه بتعطيني ايش كونستنت؟ زيتا. زيتا تمام. وزيتا بايش مرتبطه بشكل وثيق؟ من هذول الاربعه. الاوفر شوت. لاحظ الاوفر شوت ما بيعتمد الا على زيتا. زيتا مضبوط؟ اذا يعني هذا هون مرتبط بزيتا، وهذا مرتبط بزيتا اوميجا ان، وهذا مرتبط باوميجا تي، والرايس تايم طبعا مخلوط في اوميجا دي وفي